هذه الرسالة التي ترسلها جامعة القدس لكل فلسطيني مبدع سنتبناه، ولتكون كل فرسان فلسطين ومبدعين فلسطين إن شاء الله في القدس وفي ضواحي القدس. هذا بالنسبة للبند الأول. البند الثاني إنه نشكر اللي بيمثل فلسطين، يعني رسالتنا كمان شكر للي بيمثل فلسطين ويحلق باسم فلسطين عاليا. فلسطين واقعة تحت ظلم كبير، ولكن منارات فلسطين وكل الناس المبدعين الذين يشهرونها في كل المحافل الدولية لتبقى فلسطين حية في ذهن ووجدان كل عربي ومسلم. هذه الاستضافة تثلج الصدر، وأنا سعيدة جدا اليوم بقدومي إلى هذه الجامعة. أتمنى لهم أن يكونوا دائما منارة للعلم والعلماء. تم اليوم منحي منحة لدراسة الطب في جامعة القدس أبو ديس. أشكر رئيس الجامعة على منحي هذه المنحة، وأنا أعد جميع العاملين في هذه الجامعة أنني سأكون على قدر المسؤولية وسأرفع اسم بلادي عاليا أيضا مرة أخرى في مجال الطب.